أكو بعض الحالات يلي موجودة على أرض الواقع، نعم. مثلا الأرامل. أشوفها هي من أكثر الفئات يلي تستحق تكون موجودة ضمن هيئة الحماية أكيد الاجتماعية. أكيد. أوكي، هي موجودة فعلا، لكن للأسف لما نتراجع الأرملة يلي هي محتاجة فعلا هاي المعونات، راتب المعونة خلينا نقول بشكل أصح، لكن نشوف أكو عرقلة تصير. صحيح. زين، بهذه الحالة شلون ممكن نعالج هذا الموضوع؟ يعني الأرملة هي بأمس الحاجة للراتب، لأن أساسا إذا هي زوجها متوفي، زين هي شلون إذا بالأخص عندها أولاد، عندها أطفال، فالحالة ايش راح تسوي هذه المسكينة؟ نبدي نحكي بلغة الأرقام، أمم أوكي؟ هسه تسأليني أنتو كهيئة إيش نعم عدد المستفيدين؟ طيب المستفيدين من الرجال ومن النساء ما يقارب 1,100,000 أسرة. نعم أفرادهم ذول أها كأفراد إذا نحسبهم يقتربون من 4 مليون أها كأفراد. نعم بيهم فئات مختلفة. ما دام هذا الرقم مش اللي ذكرته؟ 1,100,000 أسرة يكلفون حاليا وفق القانون الجديد يكلفون سنويا 1,800,000,000,000. بس ما تعتقد هذا الرقم قليل بالنسبة أكيد بالعراق؟ يعني بالنسبة حالات إيه اللي أكيد موجودة إيه عندنا بالنسبة تحت خط الفقر. بالضبط. ما هو أنا الآن ودا أوصل لك، أنا عندي تخصيص 1,800,000,000، التريليون و800 يكفون هذا العدد اللي أشرت إليه اللي هو 1,100,000. أوكي، بالمليون ومئة ألف أكو فئة الأرامل بحدود 196,000 أرمل، اتفقنا، من بغداد والمحافظات. جدا قليل. 196,000 أسرة احنا أرمل. تدري أوكي استاذ ايش قد تحت خط الفقر أوكي موجود هو عندنا هسه بالعراق؟ نجيك واحدة واحدة. 7 من مليون اللي هو هسه حسب لا، احصاءاتي. شوفي هذه الإحصاءات احنا نرجع ونقول هي أما نوصل إلى الجهاز المركزي للإحصاء يسوي إحصاء بالعراق وتنعرف الأمور، ويا أما احنا نتبنى هذا الموضوع. قصدك تنعرف الامور، من اللي يستحق يكون ضمن؟ هاي بالضبط ليش؟ لأن ليست كل أرملة هي فقيرة. أرملة ولكن موظفة، اكو شيء لولا طبعا اكو مطلقة صحيح، وهي موظفة. ان احنا لكن اكو ارامل ما عندها حتى معيل. هسه حنجيهم. من المطلقات عندنا بحدود اللي ياخذون إعانة 95,000 مطلقة. اوكي؟ تمام. نيجي على الأرامل اللي انت أثرتي الموضوع. نعم، هذه الفئة لو نسوي تحليل لبياناتنا نحن نعتقد كهيئة أنه هذه الفئة هي الأكثر استحقاقا، أو يفترض أن تكون لديها الهيئة مبالغ مستدامة على مدار السنة، لأنه ايش قد رواتبهم؟ ايش بالضبط قد مخصصينهم؟ الرواتب نجي عليها، بس خلي نعرفها لهذه اوكي الفئة. تفضل. احنا اليوم بهذا اليوم بالقديم بيه احتمال، مو احتمال، اكيد اكو انسان بسيط يعمل بالاجر اليومي طلع الى العمل وعنده زوجه واربع اطفال، بالضبط. صار تعرض الى حادث سياره، بس صار يعني اي حادث اخر ادى أضاء. الى وفاته. تصبح الاسره من اليوم التالي اللي هي عايشه على القوت اليومي لهذا المعيل تصبح في وضع اخر، اتفقنا على هاي؟ تمام. هذه يفرض من تراجعني أني عندي مبالغ مستدامة على مدار السنة أمليلها استمارة من خلال البحث الاجتماعي، تروح للتخطيط، ترجع كونها دون خط الفقر لأن ما عندها أي إيراد، ومن ثم يفترض ورا شهر تستلم الإعانة وينتهي الموضوع. ولكن حاليا حتقولي لي شنو الموقف عندكم؟ حقول لك الآتي: المليون ومئة ألف أسرة الموجودين واللي الآن مبالغهم موجودة ضمن موازنة عام 2018 اللي حاليا في مجلس النواب، خلص هذه تكفي للموجودين. راح نجي على الموازنة، نعم. احنا بسؤال آخر، لكن حاليا أريد أعرف كم هي مستحقات هذه الفئة؟ الأسرة عندنا فئتين قلنا، أكو رب أسرة رجل يبدأ من رب أسرة 100,000 وفق القانون الجديد يعني، وينتهي إلى 3 أشخاص وياه 175,000، فيستلم بالشهرين من عندنا 350,000، اتفقنا؟ هاي إذا رجل. هاي إذا رجل. إذا رب الأسرة امرأة تبدأ ب100,000 وتنتهي أعلى إلى 225,000، لأن نعطين امتياز ثلاث إلى المرأة. شهرين لا، شهر 225، شهرين تأخذ 450. ذكرت امتياز للمرأة، اي امتياز باعتبار الحد الاعلى مالها 225 بينما الرجل 175، فهذا امتياز.
يعني هي أعلى من الرجل بالشهر ب50,000 دينار إيه، لأن هي إذا أصلاً كانوا أربعة. تحتاج أكثر مو المرأة. بس تحتاج، وإنما من الصعب أنه تترك أولادها وأطفالها وممكن تلقي لها عمل. هذا ونتمنى طبعا مع تحسن أسعار النفط، مع حصول تغيير في الوضع الاقتصادي، أنه إحنا نعتقد أنهم لأن وفق بيانات وزارة التخطيط نعم. يفترض يأخذون أكثر.